الفيديو ده هنتكلم على التعقيم sterilization، حاجة مهمة جدا. يعني sterilization دي دكاترة السنان دي حاجة مهم جدا، الجراحين حاجة مهم جدا، صحاب المستشفيات حاجة مهمة جدا. sterilization في تحضير الأجهزة، تحضير الأسطرة، تحضير الحاجات دي كلها اللي بتركب دي، الحاجات اللي هي البروسيسز. فهنتكلم على sterilization sterilization دي او التعقيم بيتم يا اما فيزيكال يا اما كيميكال. الفيزيكال sterilization بتتم يا اما بالراديشن الاشعاعات، يا اما بالفلتريشن ترشيح، يا اما بالهيت. دي المهمة. الكيميكالز حاجة من اتنين، يا انتي سيبتك يا ديس انفكتنت. الفرق بين الانتي سيبتك والديس انفكتنت ايه؟ عشان مش هتكلم على الكيميكال استيريلايزيشن يعني بوضوح، لان حاجات لازم تتحفظ ولازم يعني مش هتقال كده على طول. الانتي سيبتك لما تعور احط انتي سيبتك، لان جلدي حي، في خلايا حيه، لو استخدمت الديسنفكتنت هتحرق الخلايا دي، يبقى الديسنفكتنت الحاجه الإدمانية اللي هي الحاجات اللي ليس بها حياه. عاوز اعقم مثلا المجاري، حقم اوضه العمليات والارض والدواليب والثيترز كله، يبقى ديسنفكتنت. لكن واحد متعور او واحد عامل عمليه وفاتح اقوم انضف، بقى انتي سبتك. يبقى ده الفرق بين انتي سبتك وديسنفكتنت. ده بيستخدم للحاجات اللي ممكن حياه بني ادم، اي تيشو ليفنج تيشو ده لا. طيب نيجي بقى للراديشن الاشعاع. الاشعاع ده ايه؟ يا اما الترا فايوليت اشعه الشمس، الترا فايوليت. طب انا في اوضه العمليات اطلع اوضه العمليات بره في الشمس لما تيجي في الصيف بقى، والعمليات في الصيف عشان لا. الالترا فايوليت دي في لمبه اسمها ميركريك فيبر لام. اللمبه دي ميركريك فيبر لام تطلع الترا فايوليت، دي موجوده في اوضه العمليات كلها، موجوده في الممرات اللي ماشي فيها السيرجنز الجراحين، عشان لو في اي بكتيريا تعمل ريدكشن للنمبر. في بقى راديو اكتيف سبستنس زي كوبالت نمبر 60. كوبر نمبر 60 نان كارسينوجينك، فده بنستخدمه في بيمز. عارفين يعني ايه بيمز؟ يعني حزمات كده ضوئيه ومرر حاجات قدام. الكوبالت نمبر 60 ده بيعقم ايه؟ بيعقم الكاثيترز، بيعقم الحاجات بتاعت البروسيسز زي القسطره بتاعت القلب، زي الاندوسكوبي المنظار. ده كل دي حاجات كاوتش لو اتحطت في حاجه سخنه هتبوظ. ممكن نحط قدامها السيرنجز، الحقن بلاستيك. في جاما راديشن. جاما راديشن دي اسهل حاجه، والحقيقه يعني ما لهاش سايد افكتس كتيره. برضو بنعقم بيها الكاثيترز، بنعقم بيها الاندوسكوبي، بنعقم فيها كل الرابر اكويبمنتس عشان ما تبص. خلاص دول الثلاثه، الترا فايولت، كوبالت 60، اند جاما راديشن. نيجي على الفلتريشن. فلتريشن اول ما نبص من الحكايه دي الخواجه سايتس فلتر، سايتس عمل سايتس فلتر. الفلتر ده عباره عن ايه؟ عباره عن بيكر عامل كده كده، والبيكر ده مقفول بكاوتشه مارر فيها تيوب، وعليها قرص كده بيتحط عليه اسبستوس فلتر. ورق الاسبستوس ده المسام بتاعته صغيره جدا، اقل من المايكون، وبالتالي بتمنع البكتيريا لكن ما تقدرش تمنع الفيروس. وبعدين بنقفل عليه كده، ونحط من هنا السائل اللي انا عاوز اعقمه، البكتيريا تتحاش والسائل ينزل.
بس تصوروا بقى اللي بقول لكم الاسبستوس ده المسافه بتاعته ضيقه جدا، يعني لما احط كوبايه ميه عشان اعقمها بالطريقه دي تاخد ايه؟ يوم. فانا مش هعرف بقى في يوم في شهر في سنه عشان اعقم كوبايه، اعمل ايه؟ اروح حاطط هنا بام واشفط، اول ما اشفط ده يروح نازل بسرعه زي الايس كريم. شفتوا الايس كريم البسكوته بتاعته لما بتقعد تنحسوا في الايس كريم لغايه ما الليفل بتاعها بيبقى الليفل بتاع البسكوته، بتروح قاطمين البسكوته بتاعها تشفطه يروح نازل الايس كريم. يبقى ده نيجاتيف بريشر من هنا، النيجاتيف بريشر يخلي ده تنزل بسرعه، ده سايدز فلتر. بعد كده ابتدوا يعملوا جلاس فلترز. جلاس فلترز، الجلاس فلترز ده بيعملوه بقى في الفلترز اللي في اوضه العمليات والحاجات دي عشان تشفط الهواء تقوم تخرج كل الاورجانيزم اللي جوه وتعمل ريدكشن للنمبر اوف اورجانيزم. يبقى ده سايدز فلتر. ده بيستخدم في تعقيم ايه؟ اي حاجه ما فيهاش فيروس، الفيروس هيعدي هيعدي لانه ده واحد على الالف من المايكرو فهيعدي. فعشان ما يعديش بنعمل له فلترز بقى اللي هو اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي اللي هي جلاس فلترز، ليها مسام مختلفه. عاوز المسام بتاعتها تبقى كذا مايكرون كذا مايكرون كذا مايكرون تستخدمها، وممكن نحطها فلويدز في قلب سيرنج حوضه، والحوضه دي راكب عليها الفلتر ده واحقن، يقوم كل حاجه موجوده في الفلويد ده تتقفل تروح. نيجي بقى المهم الهيت. الهيت بتنقسم الى ثلاث اقسام. At 100 degree، below 100 degree centigrade، above 100. يبقى في at وbelow وabove. يبقى نمسك على 100 دي، عند 100 عند 100 دي بنعقم بالالكتريكال بويلر. كان زمان في كده حاجه غلايه احط فيها الحقن ومش عارف ايه تغلي الميه في درجه 100، خلاص نقول ده احنا عقمناها. وزمان اهالينا كان يجيبوا حله ويحطوا فيها الحقنه الازاز ويغلوها بدرجه 100 لمده شويه يبقى الحقنه اتعقم. بس للاسف في فيرال هيباتيتس زي بي ما بيتعقمش بهذه الطريقه. في اشياء اخرى ريزيست. ده بقى بنسميه ايه؟ ده بنسميها الكتريكال بويلر. لكن في حاجه اسمها كوخس ستيريلايزر. كوخس ستيريلايزر ده عباره عن اذان كده او قدر وفي ميه بنسخنها، وبعدين في مصفى فوق الميه، في مصفى في المخرمه، واغلي الميه دي. الميه دي لما تغلي يطلع بخار، البخار بيطلع في 100 درجه، يبقى ده 100 برضه، بس ده فيبر، ده ووتر، ده حاجه لقتها في الميه. هنا لا، انا عاوز البخار بس، تمام. وبعدين لما احب اتخلص منه في حنفيه هنا تخلصني منه، ولما احب اشوف الليفل بتاع الميه حسب الاواني المستطرقه لازم الليفل هنا يبقى هنا. دي سايد تيوب، يبقى ده كوخس. يبقى اذا كان كوخس او الكتريكال بويلر فالاثنين بيدوا 100، تمام. طب ال 100 دي ما بتقتلش البكتيريا، هتحول لفوق 100 مش كده؟ ما بتقتلش بعض البكتيريا، يبقى تحول لفوق 100. طب افرض لو حولت فوق 100 الماتيريال بتاعتي باظت زي سكر، شويه سكر عامل شوجر ميديا، لو حطيته فوق 100 هيبقى كراميل هيبوظ. اعمل ايه؟ بصوا بقى اعمل ايه وافهموني كويس. اعمل طريقه اسمها تندلايزيشن، عمليه التندله مش النداله، تندلايزيشن. ايه التندلايزيشن دي؟ ادي السكر اهو شوجر ميديا حطيته هنا اهو، هيطلع البخار عليه في ايه؟ في 100 مش كده؟ هيروح قاتل، افرضوا فيه 100 ميكروب، هيروح قاتل منهم حوالي 60%، يعني 60 ماتوا، ويفضلوا 40 يعملوا سبورز. السبورز ده بقى اقعد ايه؟ يومين وانا حايل فيك مش هيجرى له حاجه. اروح قافل، وتاني يوم يكون السبور ده اتحول الى بكتيريا حيه، يعني بتتحرك فيجيتيتف اهو. يبقى بس انا عندي 40 فيجيتيتف دلوقتي، اروح حاطه تاني في كوخ يقوم يقتل لي كام؟ يقتل لي مثلا
30%، يبقى فاضل 10. 30 من ال 40 دول اروح حطه ثالث يوم، اهو في 10 السبورز هتقعد تتحول لفيجيتيف، اروح حطه على طول يقوم يموتوا كلهم. يبقى دي اسمها تندرايزيشن. يبقى تندرايزيشن ذا يوز اوف فيبر ووتر فيبر ات 100 ديجري سنتيجري فور 1 اور 3 سكسيسيف دايز، ثلاث ايام ورا بعض. يقوم ايه؟ اقلل الاورجانيزم، مش كل شويه الاورجانيزم يموت يعمل سبورز، السبورز تتحول لفيجيتيف بعد 24 ساعه، اروح حطه تاني يموت تاني، النهارده يموتوا كلهم. يبقى ده اسمه تندلايزيشن. طيب جميل، نيجي بقى ما دام بقى بيلو 100 دي مش نافعه، اوقات 100 دي مش نافعه، اعمل ايه؟ اجي فوق 100. فوق 100 ده بقى الجهاز العظيم قوي اللي هو اسمه اوتوكلاف. كل واحد بيشتغل عمليات جراحيه في مستشفى اسنان مش اسنان لازم يبقى فيها اوتوكلافات، مش واحد. الاوتوكلاف ده عباره عن ايه؟ اصولي بقى شويه، اهي هو زي الكوخ اهو بتاع فيه ميه وبعدين فيه شبكه عشان احط عليها الاجهزه اللي انا عاوز اعقمها، وبعدين بقى مقفول قفله بنت لذينه زي القفله بتاعت الغواصه، عارفين الغواصه لما تنزل في الميه بيقفلوها كده، بس القفله دي طالع منها انبوبه جانبيه كده، احنا نقول عليها انبوبه، فيها ثلاث فتحات. الفتحه الاولانيه مقفوله وعليها وزن، الفتحه الثانيه فيها مانوميتر عداد يدي الضغط جوه، وبعدين الفتحه الثالثه حنفيه لتخريج البخار. عارفين الحله البريستو؟ هي حله البريستو. هسخن الميه هتطلع البخار اهو في 100، في ضغط، كلما زادت الضغط كلما زادت درجه الحراره. كل ما اسخن الضغط عمال يزيد، درجه الحراره تزيد، ممكن يفرقع في وشي. فعشان ما يفرقعش في وشي انا حاطط هنا وزن معين. لما الضغط يوصل ل 2 اتموسفيرك فور اكزامبل، 2 ضغط جوي، تروح دي مفتوحه. يقوم اول ما الضغط يقل تروح قافله تاني. يبقى دي اسمها سيفتي فالف، صمام الامن. يتفتح لما الضغط يزيد عن 2 ضغط جوي، انا مش عاوز اكتر من 2 ضغط جوي، اقول ليه؟ طيب المانوميتر بيقول لي فعلا انت وصلت ل 2 ضغط جوي. طيب عقمت، خلصت التعقيم، اعمل ايه؟ اروح فاتح الحنفيه دي. مش هفتح الغطا، لان لو فتحت الغطا هبقى وشي مسلوخ. الميه في ضغطه تروح نطه في وشي. اعمل ايه؟ اروح فاتح ده تشش لغايه ما البخار يخلص. يبقى معنى كده الضغط هنا يساوي الضغط بره، افتح واطلع الاجهزه تحت. طيب عاوزين نشوف بقى، عاوز احصل على 2 اتموسفيرك. ليه؟ عشان ده بيديني درجه 121، لازم تحب الصمت. درجه 121 لمده 20 minutes تقتل جميع البكتيريا والسبورز والفيروس واي عفريت ازرق. complete eradications of any microorganism. يبقى عرفته السيفتي فالف يفتح لما الضغط يزيد ولا الجهاز يفرقع، المانومتر بيقول لي الضغط بقى كام، الفيبر تاب حنفيه عشان افتح واطلع الحاجات بتاعتي. ايه الحاجات اللي بتتعقم هنا وايه الحاجات اللي بتتعقم هنا؟ اللي بيتعقم هنا جميع السيرجيكال انسترومنتس، زائد الدريسنج، سيرجيكال دريسنج، الجوز، جوز يعني مش جوز وفرد، الجوز يعني الشاش، والقطن، كل دول بيتعقموا في هذه الدرجه تعقيما كاملا. ممكن سيرتن ميديا، يعني ممكن نحط ميديا هنا تعقم في الاوتوكلاف تبقى 100 100، زي نيوتريانت اجار، زي الماكونكي، زي الشوربه، زي البيبتون ووتر. لكن ما احطش السكر، احط السكر فين؟
بالتندرايزيشن. طيب اللوفلر سيرم بتاع الدفتيريا فيه بروتين، البروتين بيبوظ فاعمل له انسبيسيشن يبقى ده اللوفلر سيرم. اللوفنشتاين بتاع التي بي في بيض لازم احطه بالانسبيسيشن. تمام؟ فهمتوا دول ولا لا؟ طيب بلو 100 بقى دلوقتي الاوتوكلاف ده اللي انا برسمه ده هو الاوتوكلاف المبدئي. دلوقتي في جاكيت اوتوكلاف عشان حاجات ما تخرجش مبلوله، حاجات كتيره قوي. تحت 100 كلكم عارفينها اسمها باستورالايزيشن، خواجه باستير لما عقم اللبن، لان اللبن ممكن يبقى فيه تي بي وممكن يبقى فيه ميكروب اسمه البروسيلا اللي قلت عليها بتعمل ريلابسنج فيفر او ريكارنت فيفر، ساعه تروح وساعه تيجي من اللبن. يبقى تعقيم اللبن بالباستورايزيشن اقل من 100. تمام؟ درجه 70 وصادم كولينج، درجه 80 وصادم كولينج، كل ده من نعمل بيها باستورايزيشن. في بقى حاجه بقى ايه؟ واخدين بالكم؟ انا بقى ايه نسيتها متعمدا. ايه هي؟ انا قلت الهيت يا عند 100 يا لو 100 يا فوق 100، كل دول بخار وميه ومش عارف ايه، فدي بنسميها المويست هيت. يبقى تعقيم بالمويست هيت. هو مفيش دراي هيت؟ لا في ومهمه جدا. يبقى اذا الهيت فيها نوعين، دراي ومويست. مويست اللي هو الاوتوكلاف والالكتريكال بويلر والكوخس ستريلايزر وكل حاجه فيها بخار او ميه. طيب الدراي ده زي ايه؟ ريدنس. انتوا عارفين انتوا في البيت بتجيبوا مثلا دبوس او المقص وتحطوه على النار لغايه ما يحمر، وبعدين تفتحوا بيه جرح، ما هو اتعقم خلاص، ده طلع روحه احمر. عارفين دي بقولها ليه؟ بقولها عشان في الحرب لو واحد خد له رصاصه والدكتور عاوز يطلعها، ده قاعد في حرب في صحراء، يقوم يجيب حته سكينه ويسخنها خالص ويفتح ويشتغل معقمه. مش واحد يقول لك لا دي السكينه دي عشان اقفل بيها البلاد فيزلز ومش عارف ايه الافلام بقى، هي كده برضه، بس انا اقدر اشتغل بالسكينه او بالمشرط بعد ما سخنه في درجه 100، ده ريدنس. لكن عملنا جهاز اسمه الهوت اير اوفن، فرن الهواء السخن. ده عباره عن فرن لتو سايد وولز وفي ارفف بيشتغل في درجات حراره يا اما 160 درجه يا اما 180 درجه. وده احسن جهاز في البرايفت كلينكس بتاعت دكاتره السنان، الهوت اير اوفن ده. بعد ما يخلص شغله ويحط الاجهزه بتاعته كلها اللي بيشتغل بيها، الحديد لازم تكون حديد طبعا، حط فيها قطن عشان يولع الحديد والحاجات دي فيها، ويروح ظابط على 180 او 160 لمده ساعتين، فهو بيظبط ويروح، تاني الجهاز بيخلص بيوقف كله اتعقم، تقتل كل الميكروبات. يبقى في انديكيشن لده وفي انديكيشن لده. ده الحاجات القطن والجوز والحاجات اللي تبوظ، انديكيشن اللي هنا ده ممكن الجلاس ويرز، الفلاسكات والانابيب، ممكن الميتال سيرجيكال انسومنت الصغيره، انما الكبيره عاوزه اوتوكلاف. تمام؟ في الاخر عاوز اسالكم على سؤال، ايه الفرق بقى بين الدراي هيت والمويست هيت؟ تعالوا نشوف. الدراي هيت لا يمكن استخدامها في حاجات تبوظ زي القطن زي الجوز زي الرابر بلاستيكس. تمام؟ المويست هيت تستخدم في الحاجات اللي ممكن تبوظ بدرجات الحراره العاليه. طيب تخيل حضرتك واقف في الاوتوكلاف، ايه اللي جاي لك؟ ضغط بخار، يبقى بينتريشن باور بتاعته عاليه. انما انت قاعد في الهوت اير اوفن ده انت من بره بس، يبقى بينتريشن بتاعته اقل. طيب الاوتوكلاف بياخد له 20 دقيقه، ده بياخد ساعتين، يبقى بياخد كونسيومينج تايم. ادي الاستريلايزيشن باختصار شديد، وعليكم بقراءه الكيميكال استريلايزيشن اللي هي ديسانفكتنت والانتي ست. شكرا.